مباحات وبركات. أيها الإخوة المؤمنون، من جمال الدين الإسلامي ويسره أنه جعل محطات على مدى أشهر الأعوام الهجرية. هذه المحطات لابد أن يحط الواحد فينا رحاله وأن ينتبه إلى توجيهات الله تبارك وتعالى وأن يلتزم بها. ونحن في هذه الأيام الطيبات المباركات في شهر من الأشهر الحرم، فما أجمل أن نتخلق بأخلاق السلام، ما أجمل أن ننشر السلام بين أبناء أسرتنا، أبناء عائلتنا، أبناء قريتنا، أبناء وطننا، بل ما أعظم أن ننشر السلام بين أبناء العالم كله. هذا هو الإسلام، وهذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا يا أولي الألباب. يسرنا أن يكون معنا متحدثا معنا في هذه الليلة الدكتور ياسر مغوري، إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة، ومعنا مجتهلا في ختام هذا اللقاء إن شاء الله تعالى المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. نبدأ دائما بالقرآن الكريم، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب
ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟
الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الدنيا في الآخرة إلا قليل عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضره شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الله أكبر عليك
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ.
حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.